السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، أهلا بكم في شرح جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة منع التحديثات سواء للتطبيقات أو أي حاجة موجودة أو مثبتة على البلاي ستور بكل سهولة. إزاي نمنع تثبيتها أو إزاي نقدر نحدد طريقة عمل لها تحديثات، يعني إزاي أقدر أخلي التحديث يبقى من خلال لما أتصل بالواي فاي، ازاي اقدر اخلي التحديث يبقى ممنوع على الاطلاق الا لو انا سمحت ليه يدوي، سمحت بيه يدوي، او ان انا اخلي التحديثات مفتوحه على الاطلاق بمجرد ما وجود انترنت واي حاجه محتاجه تحديث تتفعل. بكل سهوله نروح على البلاي ستور زي ما احنا شايفين كده، وهنروح على شايفين احنا الثلاث شرط اللي هم فوق بعض دول، هنضغط عليهم. هنلاقي تحت كده موجود حاجه اسمها سيتنج، هنضغط على السيتنج هنا، وهنروح على شايفين اوتو ابديت ابس، شايفينها اوتو ابديت ابس اوفر واي فاي، ده انا اللي محددها كده، هضغط عليها اوتو ابديت ابس، هضغط عليها وهلاقي قدامي ثلاث اختيارات. اول اختيارات بيقول دونت اوتو ابديت ابس، يعني لا تقوم بعمل اي تحديثات للتطبيقات، لا تقوم بعمل اي تحديثات للتطبيقات، تمام. تاني اختيار اعمل ابديت للتطبيقات لو لقيت اي موجود اي داتا تشارجز مي قبل، يعني لو تلاقيت اي موجود اي داتا على الانترنت اسحب واشتغل واعمل عمليه تحديث للتطبيقات. وفي التالتة اللي هي اوتو ابديت ابس اوفر واي فاي اونلي، يعني لما تلاقيني على الواي فاي بس ساعتها محتاج تحديثات اعملها، لما تلاقيني على الواي فاي. طيب غالبا احنا كلنا بنعمل دي لان غالبا احنا عندنا الواي فاي بيبقى تكلفته اقل، ولكن عملية الشريحة والتحديثات على الباقات بتبقى غالية جدا وبتسحب الباقات بسرعة، فأفضل حاجة تعملها ان انت تخليه اوفر واي فاي اونلي، او ان انت لو عايز تمنع التحديثات على الاطلاق من على الجوجل بلاي بتعلم على دي كده وبتقول له خلاص كده ما عادش هيعمل دونت اوتو ابديت للابس، تمام. لكن انا هرجعها تاني كده، تمام. ده كان بكل سهولة ازاي تمنع التحديثات على التطبيقات والجوجل بلاي بكل سهولة، او ان انت تحددها بما يناسبك من شرائح وتحميلات. ده كان الشرح معانا النهاردة. لو في استفسار اتمنى اشوف التعليقات، لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو عايز تفيد بيه غيرك اعمل له مشاركة، لو مش مشترك معانا على قناة دكتور كمبيوتر اتمنى تكون من المشتركين معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.